السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم مهندس احمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هذا درس المحددات نبغى نجاوب المحددات بواسطه استخدام لحاسبة الحاسبه اف اكس وسبعين في ان او بامكانك تستخدم اف اكس 991 بلس يعني اهم شيء تكون الاله حاسبه مبرمجه فاحنا شنو نريد نبغى نوجد المحددات احنا نعرف ان لكل مصفوفه يوجد محدد مناظر لها المحددات اما يكونوا صفين وعمودين او ثلاثة صفوف وثلاثة اعمدة او اربعة صفوف واربعة اعمدة لكن احنا نجرو في الرياضيات ثلاثة ثانوي فاحنا نكتفوا بصفين وعمودين وثلاثة في ثلاثة لكن اربعة في اربعة هذه متقدمة شوية فمش هيعطوها لكم السنة يعني انتم اخذتوهاش السنة هذه ومش مقررة عندكم في الامتحان كويس حنافنا المحدد هو عبارة عن شني هو عبارة عن حل مصفوفة. نقولنا لكل مصفوفة محدد مناظر لها طبعا هذه عبارة عن شني عبارة عن 2 في 2 وهذه عبارة عن شني ثلاثة في 3 لابد من يكون المحدد مربع لا يوجد محدد مستطيل لا يوجد محدد مستطيل ناخذ مثال باش المحدد نفك المحدد بالكيفية هذه نفك المحدد الموجود أمامنا في الواضح أمامكم كيف نفك المحدد هذا؟ عن طريق اختيارك كمصفوفة. نختاره ست أب او المود المود شنو المود بنديروه المود هو عباره عن ماتريكس اللي هو المصفوفه ستة خيار سادس نختار الخيار الاول ندخل المصفوفه الاولى عباره عن شنو عباره عن ثلاثة في 3 اذا نختار الخيار الاول الخيار الاول احنا بنرسم المصفوفة وبعدين حساب المصفوفة يطلع لك محدد فاحنا نبغى نرسم المصفوفة وبعدين نحسب المصفوفة يطلع لنا المحدد طبعا احنا بالانجليز طبعا الكتابة تكون من, من الشمال الى من الشمال الى اليمين بينما العرب من اليمين الى الشمال فندخل البيانات الثلاثة تكون اول قيمة سالب اثنين تكون تاني قيمة خمسة تكون ثالث قيمة بعدين صفر اثنين سالب اربعة ثلاثة واحد اثنين توا دخلت كل شيء ندير اي سي نحفظها خلاص تمت كل شيء حفظتها توا شو ندير ندير شيفت ماتريكس اللي هي المصفوفة نختار الخيار السابع السابع هو عبارة عن ديت ديت معناها ديتيرمن معناها احسب احسب سبعة احسب شن نحسبه نحسبه المصفوفة ألف اللي درتها اللي هو الخيار الثالث احسب لي هذه معناها احسب لي المصفوفة ألف ونشوف وش يساوي يطلع الناتج 18 يعني احسبها بدل ما ندير هذا كله بالحاسبة طلعت لي الناتج مباشرة إذا الناتج يطلع لي 18 هذه أول وحدة ناخذوا سؤال تاني نجاوبوا توا مازال خلينا نجاوبو ألف وباء ونجاوبو ألف من هنا ونكتفو بهذا الفيديو فاحنا تو هي نظام الماتريكس لاحظت ان فوق مكتوب نظام الماتريكس فانت لو كانت تسفر على الحاسبة ثلاثة يساوي سي ترجع نظام الدق. فنمشي للمود نديرو. ستة نختار الماتريكس الاولى طبعا الف عبارة عن شني الف عبارة عن شني الف عبارة عن آه عبارة عن في التنين. ألف عبارة عن اتنين في اتنين نختار خيار الخامس اللي هي القيم قداش ثلاثة واتنين وخمسة وسالب أربعة دخلت البيانات ثلاثة واثنين وخمسة وسالب أربعة لكن هنا هنا ثلاثة خمسة سالب أربعة فدخلها من اليمين للشمال بالعربي ومن الشمال لليمين باللغة الإنجليزية لأن الحاسبة مبرمجة باللغة الإنجليزية تمام ندير AC نمسح يعني خلاص حفظت تو طيب وش نبي ندير احسب اللي هي ديتيرمن سبعة احسب شني احسب المصفوفة ألف احسب مصفوفة ألف معناها وجد المحدد يطلع الناتج ناقص اثنين وعشرين وهذه هي إجابة السؤال كويس لو بندخل مصفوفة تانية بدون ما نسفر شو ندير ندير شيفت أربعة ندير ديتا يعني shift أربعة اللي هي شيفت يعطيك الماتريكس خيار الماتريكس اللي هي أربعة ندير نختار الخيار الثاني الديتا نختار المصفوفة الثانية اللي هي اثنين اثنين عبارة عن شنو عبارة عن اثنين في اثنين في اتنين. فنختار الخيار الخامس ندخل البيانات خمسة سالب أربعة تسعة ثمانية دخلت البيانات متاعها تو شنو بنديرو كيف ما درنا قبل شنو بنديرو نديرو شيفت ماتريكس ديتيرمين احسب احسب المصفوفه بي يعطى لك الناتج ستة وسبعين وهذه هي إجابة سؤال آخر واحدة اللي هي نبو نجيبو المصفوفة هذه المصفوفة هذه لما يكون القطر الرئيسي لما يكون هنا صفار كيف ما نعرفه هنا صفار الناتج بيساوي مضروب ال عناصر القطر الرئيسي يعني يطلع الناتج سالب اتنين في سالب ثلاثة في أربعة الناتج يطلع أربعة وعشرين مفروض لأن السفار عندك مثلث صفري من هنا ولما يكون مثلث صفري من لوطة يساوي مضروب أو تضرب جميع عناصر القطر الرئيسي يعطينا الناتج أربعة وعشرين خلي نديروها بلا حاسبة لو كان أنت مش حافظ الصيغة هذه فشنو نديرو؟ خلي أول شيء نصفر الآلة حاسبة تصفير الآلة حاسبة طريق شفت تسعة ثلاثة يساوي أي سي صفر الآلة حاسبة توا مود الماتريكس ستة نختار الماتريكس ألف اللي هي واحد عبارة عن تلاتة في ثلاثة. فنختار الخيار الأول أول قيمة سالب اتنين ثاني قيمة صفر بعدين صفر بعدين خمسة سالب ثلاثة وصفر خمسة وسالب ثلاثة وصفر بالضبط توا اتنين ثلاثة اربعة دخلت عناصر المصفوفة احنا قلنا الناتج يطلع شني سالب اتنين في, في سالب ثلاثة بستة ستة في الاربعة ستة في الاربعة باربعة وعشرين فالناتج مفروض يطلع اربعة وعشرين فاحنا شنو نديرو نديرو شيفت ماتريكس determine احسب احسب شني احسب المصفوفة ألف قلنا قديش يطلع أربعة وعشرين تنضغط يساوي يطلع ناتج أربعة وهذا هو يعني لو كانت تحفظها بال, بال, بال بالخواص المحدد أو جوها بطريقة هذه يعني حساب المصفوفة ألف وهذا هو بالنسبة للفيديو شكرا جزيلا على حسن السماع والسلام عليكم ورحمة الله